شو حبيبتي؟ ما خلصتي؟ جاية جاية أنا ليكني خلصت. نعيمة حبيبي. الله ينعم عليك. بدك ساعدك؟ لا 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 ما بدي تساعديني. انت بس عدي وتدللي اليوم، لا تشتغلي اي شغله. هدي. حبيبي انا بعرف انه بعد الحادث وبعد اللي صار كلياته الواحد بتكركب منتزع مرارة. بس الله يخليك حاولي ترجعي شيرين اللي بعرفها، شيرين القديمة. شيرين القديمة؟ ليش؟ ليش أنا هلأ شو؟ ما بعرف. ما بعرف شلون حاسس فيك يا حاسة. متغيرة؟ لك لا أناني متغيرة ولا شيء قصي. بس نحن مرقنا بظروف صعبة وإن شاء الله أكيد رح نرجع أحسن. إن شاء الله إن شاء الله. شو بتحبي تشربي؟ لا يا عمري، بتعرفني أنا ما بحب غير المبيت. مبيت؟ مبيت مبيت. شو نسياني انت؟ نسيان الخاتم؟ ما بدك تنامي؟ لا رح اطلع لبرا اتفرج على التلفزيون. وليه تطلعي لبرا حبيبتي؟ في تلفزيون هون. تعالي واتفرج سوا. ما بدي ازعجك بالصوت. تزعجيني؟ ان شاء الله بتقبريني. اصلا انا عم استنى هاللحظه لحتى تجي له. تعالي تعالي. شبه؟ آسفة قصي بس كتفي لساته مردود وعم يجعني كتير. سلامتك يا عمي إن شاء الله. قصي الله يخليك خليني نام لحالي اليوم كتير تعبانة. طيب ماشي. بدي نام مكانك يا شيرين. عم بقدر. سوريا سوريا حبيبتي عم تسمعيني؟ مدام سوريا اذا عم تسمعيني هزي براسك او اعملي اي حركه بايدك. عم تسمعنا؟ عم تسمعنا؟ طيب ليش ما عم تجاوب؟
خلينا نتاكد ونعمل شويه فحوصات لنتاكد اذا النزيف هو السبب او عامل نفسي اثر على تقدم. حسبي الله ونعم الوكيل. طول بالك ويمكننا ميسرنا. الحمد لله على سلامتك مرت عمو. ايه ها ما شاء الله حولك. لا تاكلي هم، هي شيرين كمان صارت مثل الليره. يلا عمو خلينا نطلع نشوف الحساب نحن. شايف؟ ايه؟ ماما حبيبتي امي مشان الله بوسي لا امي مشان الله ما عاد قدرانة تكوني بعيدة عني بوس ايدك ارحميني بقى ان شاء الله لك ان شاء الله بوس ايدك بترجعكي ما عاد فيني هيك ما عاد فيني هيك ان شاء الله لك بكفيني والله العظيم بكفيني يا امي يا بابا يا بابا لا 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 تبكي قدام امك لا تبكي لا الله يرحمك يا نسرين كل ما بتطلع بوشك بتذكرها بصير الغصه اكبر واكبر واكبر ليش كبت يا؟ ما بدي اياهم هدول ما بدي اياهم خدهم كبهم ما بدي اياهم هدول لا بحبهم ولا بحبوني عم بذكروني ب بمين عم يذكروكي؟ عم يذكروني عم بذكروني بنسرين بنسرين عم بذكروني مشان الله خدهم ما بدي اياهم ما بدي اتذكر هدول ما بحبوني ما بحبوني وليش لا يذكروكي يعني؟ وليش ملابس واواعي حتى ما يحبوكي؟ قصي مشان الله مشان الله ما بدي اياهم ما بدي اياهم لما عم كون لابستهم احس في شيء عم يخنقني ما بعرف شو هو خلاص بسيطة بلاهم كلياتهم نكبهم ننزل على السوق نشتري كل شيء جديد هاي الجزان اعطوني اياها المستشفى في بطاقة الصرف خدي انزل اشتري اللي بدك اياه واذا بدك منزل معك مثل العادة بنقي لك لانه بعرفك بتحبي زوي الا اذا كنتي حابة تنزلي لحالك
وتتسوقي وتاخدي راحتك. لا امسكي روقي اختي روقي. بتعرف قصي؟ حاسة حالي كأنه أنا يلي كنت بغيبوبة مو أمي. كتير في شي متغير علي ونسيانة كتير قصص. تخيل حتى رقم بطاقة الصراف نسيانته. معلش حبيبتي، حكل أحوال رقم بطاقة الصراف هو تاريخ زواجنا. عم نتغدى؟ ناكل هون ولا نطلع نتغدى برا؟ مالي رايقة كتير، مالي قدراني أطلع. طيب ناكل هون. شو بدنا ناكل؟ أنا جاي على بالي سمك. بس شيرين ما بتاكل سمك ولا بحياتها طاقته. معقولة صارت تحبه؟ بس أنا بعرف ما بتحبي السمك. قصت لك على كوردون بلو. ماشي. يا الله أنا ما كنت بعرسون. إمتى تزوجوا؟ على بالك. حلو ما؟ بجنن. بس بصير أحلى مع هاد. يا الله شو حلو، كتير حلو. بس هذا بجنن، حبيته اليوم اشتريت لك يا. شكلها ما متذكرته. حلو ما؟ وهذا كمان هيك إذا بتزبطيه، إذا بترفع إشعاراتك هيك بصير أحلى. شوفي هلا صار لازم ناكل. هاي بازيلا ورز، هاي انا طبختها مثل اللي بتطبخيها انت. دوقيها شوفي ما طيبه. شوفي بعرف بطبخ ولا لا. دوقيها دوقيها سوريا. طب لقمه واحده بس. كمان كتير اشتقت لك. بس انا كتير نعسانة. تصبح بخير. شو هي تصبح على خير؟ عم اقول لك اشتقت لك. شو انت ما اشتقتي لي؟ ولا ليكون الحادث ما عاد خلاك تحبيني؟
لك لا قصي، ليش هيك عم تحكي؟ يلا حبيبتي تعي قصي، مشان الله بلاها اليوم، مالي حسناني، نفسيتي لساتها تعبانة. شلون يعني نفسيتك تعبانة؟ هلا قبل شوي كنت عم تجربي الذهب والقلميز، يعني انا مالي شايف انه نفسيتك تعبانة. بس خلص حبيبتي بلا هم بلا هم تعي قصي، خليني بس روح اشرب مي حسي ريقي نشفة. ماشي روحي، اصلح الله شوي، ما بتطولي. شو حبيبي؟ كأنهم تتدلل علي ما؟ قصي بس بدي اقول لك. لا تقولي شيء، لا تقولي، اصلا بالبقلك كثير انك تتدللي، لانك كثير حلوه، واليوم رح دللك كانه اول ليله. قصي قصي انا مالي. قصي انا مالي. قصي بس اسمعني.
شيرين تعي اشربي قهوة. يلا يلا. صباح الخير. مين بيكون اجا؟ هاي مريم. مين هاي مريم؟ الشغالة اللي بتساعدك بشغل البيت. ايه بلا تذكرتها. كرتيا مريم. مرحبا ست شيرين. اهلين مريم. مريم بتشتغلي شغل البيت على الساكت، ما بتعذبيها لمعلمتك؟ من عيوني استاذ قصي. من وين بلش لك ستي؟ مطرح ما بتبلشي مثل العاده. تكرم عينك. حبيبتي أنا ماشي. بدك شيء؟ لا سلامتك. إذا حاسة حالك إنه ضايق خلقك روحي اعملي زيارة لأهلك. هو هيك حاسة حالي كتير مخنوقة. لازمك شيء مصاري؟ لا أبدا ما بدي، يعني لأنه معي بطاقة الصراف وفيها منيح وبيكفيني. ماشي، مع السلامة. لازم الهي حالي بأي شيء. الله مخير حيطق من التفكير. بحبك. سكر على حالنا الباب، لا من شاف ولا من دري. حبيت التجارة فيني، بتدور دائما في ورا النتائج وقديش رح يطلع لك من كل حلقة. كعي! عم تخونيني يا بنت الكلب؟ مع هالحشرة؟ مع هذا اللي ما بيحسب على السلم بالغلاوة؟ إن شاء الله اللي كنت معه روقتك على آخر. إن شاء الله دللتك. أحط هدف قدامهم إلا ما يصلوا. وهي شغلة الحظ، ما حظ أنا ما بآمن فيها بنوب نوب. يعني هي الناس اللي ما عندهم لا شغلة ولا عملة بيحطوها مشان يقولوا إنه هذا مستحيل بيزبط وما بيزبط. بس إذا واحد حط هدف قدامه إلا ما يوصله. الشغل مو عيب. شغل شوية طموح. أنا ما عم صدق كيف كانت شيرين تقبل كيف؟ شو بدي أعمل؟ شو بدي أعمل؟ لازم نطلع من هون.
اخ يا اه يا بطني مشان الله ارحموني. سلامتك. اه يا بطني حاسه بزريني عم تتقطع. سلامتك سلامتك ان شاء الله يا رب. لا حبيبتي لا سلامة قلبك ان شاء الله. نحكي مع قصاي مشان الله. ايه اه يا بطني. سلامتك حبيبتي سلامتك سلامتك ان شاء الله. بركي هلا بطني. اه بطني سلامتك سلام هلا وقت. شبك؟ ما فيني شي تعبانة بدي نام. سلامتك. شو هيك عم تطلع فيني كأنك مو مصدقني؟ لا أعوذ بالله شو مو مصدقك؟ أكيد ماني مصدقك. ولك أنا على قد ما شربت اليوم ده. ليش من إمتى كانت شيرين تمرض ولا تدوخ من كتر الشرب؟ إذا هيك لكان أنا رح أحكي لك الحقيقة قصي. أنا لا كنت مرضانة ولا هني تعبانة، بس أنا هي القصص خلص ما عاد أقبل أعملها بنوم. سامعني؟ ولك في رجال بالعالم بيقبل يفوت على مرته رجال غريب، ولك أنت ما عندك شرف؟ بدك تعصبي بتعصبي بصوت واطي لأنه ما حد جيران يسمعوا حكينا، بعدين بيجيبوا معدلك بالعاطل. انت بتعرفي اني انا رجال حمش ما بحب حدا يجيب سيرة مرتي بالعاطل. ولك خلاص حاج، لك تفي على هيك رجال. تفي على مين وليش؟ جاي تستشفي علي وتوعظي ولا تفكيرك وذاكرتك طاروا بالحادث؟ طاروا ما تعتبر اللي بدك اياه، بس انا عم اقول لك خلص ما بدي اغلط. شيرين القديمة اعتبرها ماتت، ما بدي اغلط. ما بدك تغلطي. صح 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 جنابك ما بتغلطي ما بتغلطي بنوب. وهدول يا خانم وهدول هدول من عرقك وتعب سنينك. اه بتحبي ذكرك كيف جبتيهم ولا ما في داعي؟ انت اكتر وحده لازم تتذكري. يمكن انت هلا بكوما. امسكي خدي لك شمه بركي بتصحى صحيح وبيرجع لك عقلك. شو هاد؟ مستحيل مستحيل. انت واحد كذاب. انت بدك تدهورني بس انا ما رح اقعد لك هون ولا ثانيه. وين يا مدام؟ شو ما فكره فوتي الحمام مثل طلعته؟ انت بدك تفوتي وتطلعي وتروحي وتجي مع اللي بقلك عليه. عم تسمعي؟ فشرت عينك فشرت عينك. عم قلك اعتبر شيرين القديمه خلاص ماتت ماتت. وانا خلاص خلاص ما عاد اتحمل وعلي وعلى اعدائي. شو ممكن تعملي؟ قصي قصي انا 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 مالي شيرين. انا مالي شيرين. انا السرين. شو ما سمعتني؟ عم قلك انا مالي شيرين. انا نسرين. شيرين حطيت هو بقبره وكتبت اسمي على قبره. انا ليش اليوم نسرين واقفين قدامك؟ بعرف بعرف. بتعرف شو بتعرف؟ من الاول كان قلبي حاسسني وشاكك وما صدقت ما صدقت إنه نسرين المرة الطيوبة المسالمة يلعب الشيطان بعقلها وتاخد محل أختها وتاخد بيتها وتتنكر للرجال اللي حبته وراحت معه خطيفة وتخلت عن كل أهلها وهيك بكل بساطة تلاقي حالها مع رجال تاني وعلى تخته. ليش هيك كبت يا؟ ما بدي اياهم هدول. ما بدي اياهم. خدهم كبهم. ما بدي اياهم هدول لا بحبهم ولا بحبوني. عم بذكروني ب بمين عم يذكروكي؟ وهذا حبيب قلبك اللي ما كنتي تحسني تعدي بلا نسيتي؟ حاسس وعرفان كل هالوقت وساكت. ما رح ادعي اني اتشارلك هولمز. انا كنت شاكك بين مصدق
مو مصدق. بس بتعرفي يا حلوة امتى تأكدت عن مظبوط؟ تتذكري هديك الليلة؟ هي الشغلة الوحيدة اللي ما فيك تكوني فيها بتشبهي شيرين. سمعتك عم تبكي. عم تبكي وزعلت كثير. عم بقلبك شو انك واطي؟ بتعرف اني مو مرتك واصريت انه انا الواطي يا مدام نسرين؟ انا الواطي؟ ليش لما فكرتي انك تحتلي مكان شيرين بكل شيء ما كنتي حاسبه حسابك لحظات؟ ليكون كنتي عم تفكري تخونيني مع نجيب مثلا؟ انت لانه تفكيرك وسخ بتفكر كل العالم تفكيرها وسخ مثلك. بس انا ماني هيك. لك حاجه تمثيل وبراءة. يخرب بيتك الشيطان ما بتخطر بباله هيك فكره. بس بدك الصراحه تفاجأتيني كثير. تفاجأت. ما كنت متوقع انك بهالقوة. لك شيرين بكل قوتها وذكاها وتجاربها اللي مرت فيها بعد ما تجوزنا لو انحطت محلك ما كانت قدرت تتصرف هيك. شايفة؟ شايفة قديش انت مرة سيئة؟ ولسه بتقولي عني واطي وتفكيري وسخ. انت مو اجيتي هون لحالك؟ حدا جبرك؟ مو اجيتي لحالك برجليكي؟ أنا كنت تعبانة كثير. كنت حاسة حالي مثل ولد ضايع ومشرد. ما بعرف كيف هيك أخذت قرار بسرعة. يمكن بلحظة غيرة، حسد، ضيقت عين. بس أكيد مو بالوساخة والشر اللي أنت عم تفكر فيه. بس بالحالتين أخذتي قرارك ونفذتي. وهلا بدك تكملي حياتك بالقرار اللي اخذتي. صحيح انا غلطت. بس هذا مو يعني اني كفي الغلط، الغلط اكبر منه. انا هلا طالعه من هون وبدي اروح اخبر كل العالم على حقيقتك. بدي اقول لهم كيف كنت اتعامل مع شيرين. بدي افضحك يا قصي. ليش لا؟ روحي خبري العالم كله. وخصوصي يا مدام نسرين أو شيرين، ما بعرف شو بتحبي اندهلك لعمي ومرت عمي. شو بدك تقولي لنجيب؟ هذا المسكين أنا بعرف إنه يمكن عقله ما يتحمله إنه مرته تنام مع عديله. بس ما بعرف يمكن يسامحك ويمرق لك إياها. لا لا لا، نجيب ما بيمروا عليه هيك كلام بنوب بنوب. رح أترك لك التخت كله. نامي وارتاحي. ما كنت تحبها؟ ما كنت تغار عليها ولو شوي؟ لك ما خفت انه تحبل من رجال تاني؟ شو كنت عملت بوقتها؟ لا يا نسرين، لا. معقول انا اغلطي غلط؟ شو شايفتيني بلا شرف لحتى خلي مرتي تحبل من رجال غيري؟ وينك؟ هلا عن جد شيرين كانت تشم؟ كانت تحب الرواق، وانا لانه كنت بحبها كنت سايره. شايفه حبيبتي؟ هذا بيروقك بخليك مرتاحه على الاخير. انسي وزدتي ورا ظهرك. روي انسي. ولك يا مجنونة، ولا شو زعلانة؟ شوفي
هلا قصي حبيبي رجال ونجيب تبعك بتسميه رجال. لو تشوفي اليوم بالمشفى كيف كان خايف علي، عمل المستحيل كرمال ما ينيموني لإلي. يقبرني ما بيقدر يعيش بدون. كمان لا حبيبتي، هاي القصص ما بتزبط معنا بنو. أنا وقصي بدنا نعيش حياتنا هيك فري، بدنا ننبسط. الولد رح يعطلنا عن كتير شغلات. طول بالك استاذ هاني، يعني معقول انا اضحك عليك؟ بس صدقني انه شيرين تعبت ومرضت. يعني استاذ انا ما بلعب هيك حركات معك بنوب نوب، لانه في شغل لقدام بيني وبينك وفي عقد. طيب طول بالك استاذ، انت خلي لي موضوع العقد على جنب وكل شيء بدك اياه بيصير. في شيء مره خاوزت معك انا؟ أمرك أمرك. مع السلامة. شو ما صار، شو ما عملت، أنا ما رح أكون ضعيفة مثل ما كانت شيرين لي. ما رح أكون. مريم نعم استاذ قصي. حضري كاسه الباب ونهش. ايه على راسي. يلا لا حدا يفوت. هي انا مدام شيرين. شو بدك؟ الاستاذ قصي وصاني جيب لك كاسه هالبابونج لحتى تريحي اعصابك. خليها من العين وشي. يلا ما قبلت تشرب كبته. ارخي الاباجورات وسكري الشبابيك. حاضر.
ما بعرف، بس اجا واحد. شو ما بتعرفي؟ مين هذا الواحد اللي جاي لهون باخر الليل؟ انا طالع. لوين؟ ومين هذا اللي اجا هلا لهون؟ هذا الاستاذ هاني جاي يطمن عليكي. مو انت مريضه؟ ليك يا ولدي انا طالع هلا بفوت وراي هاني، بدي اياك تعضي عن الليله الموجوده. ولك لا قبل ما تحاولي تصرخي او تعيطي رح تكون برات البيت، واذا حاولتي تعملي فضيحه يا خانم رح يرد هذا الموضوع عليك. اعتذري ليش يا مدام؟ ببيتك وبغرفتنا وجوزك، وجوزك برات البيت وفي عندك رجال غريب، وساعتها رح فوت انا على البيت واتفاجئ وانصحك انه مرتي عم تخوني مع رجال غريب وببيتي. ايه بعملها وقت الحزه بتنزل بعملها. اصلحتي فوق كل شيء، واذا ما عملت اللي بدي اياه بذوقك بدك تعملي غصبا عنك. قرري شارك انا طالع. تعي لهون. شو صار لك بعد الحادث؟ انضرب عقلك؟ اطلع من هون احسن ما صار يخرم عليك العقل. اطلع! صرخي صرخي! لك صرخي! سيارتك رجعت طخ. حقير. ليش هالحكي؟ هذا الحكي ما عاد له طعمه لانه الحاجز انكسر. شوفي نسرين، انا ماني مصلحه افوت معك بمعركه، مو لاني مالي قدك، بس لاني ماني فاضي كل هيك فتره وفتره اقعد اعمل لك ديباجات ومسرحيات لحتى تقبلي وشغلة. خلاص فهمي بقى، كوني محلة لشيرين، تعملي المطلوب وبعطيك اللي بدك اياه اضعاف مضاعفة. بكل حقارة عم تقنعني بحالي. بالله شو ما انت بعتي حالك من وقت الحادث. انا رأى شخص مسالم محبب، واللي شفتيه امبارح كان طفره. انا ماني هيك بنو، انت بتعرفي وكنت تشوفي كيف كنت لشيري. يلا حبيبتي قومي، مريم ساوت لك الفطور. تشكون اندال؟ حتى هي الجربوعه اللي برا كانت تتقاوى معك على اختي؟ ولك انتو شو؟ مريم؟ مريم مش شغلات اللي خلت شكوكي تزداد فيكي، لأنه مريم قبل ما تجي حضرتك ما كانت موجودة. أنا كان بدي إياها لحتى تراقبك. يعني شو؟ أنا هلأ سجينة هون؟ بدك تحبسني أنت وياها؟ هي مفتاح السيارة، فيك تروحي وتجي وتطلعي وتفوتي وتروحي تزوري أهلك كمان إذا بدك. انت حره حره مثل ما كانت شيرين حره. انا عم اقول لك هالحكي لانه بخاف عليكي. لا تطلعي فيي هيك، بخاف عليكي لانك انت هلا محل شيرين. بس انا شايفك انك متخبطه ومو متوازنه وامورك مو ظابطه، فلذلك روحي. على فكرة نسيت قلك، نتيجة الحالة اللي انتي صايرة فيها نقلت كل أملاك عمي لإسمي. الله يطولنا بعمره. شلون عملت هيك؟
ولا شيء بالوكالة اللي عملت لي اياها شيرين. بظن انه الصورة صارت واضحة قدامك، وبرجع بقول لك انت حرة. شبكي؟ شو فيك بكير؟ ما اعطوا الضوء؟ خير؟ فيك شيء؟ خير؟ مين جاينا هلا؟ شوفي مين اجى لعنا. كيفك ماما؟ شيرين انا رح البس واخطف حالي على السوق، جيب شي اكله هيك الفطور جاهزه. قلك بجيب فول مدمس وبجيب تسقيه بزيت لانه امك بتحبها كثير، بركي بتقعد وبتاكل معنا. يا حبيبي روحي حاولي تحكي مع انت. ايه يلا. كرمال الله بدي اياك تساعديني يا امي، بدي تخلصيني من المصيبه اللي انا وقعت فيها. كرهانه حالي، حاسه حالي وحده وسخه وبلا شرف وبلا اخلاق. يا ريت يرجع فيني الزمن لورا، كنت رجعت نسرين قضيت عمري كله مع نجيب، ما كان صار فيني اللي صار. أنا لما عشت مع قصي عرفت قديش في فرق بينه وبين نجيب. قصي شيطان، قصي شيطان على شكل إنسان. لو تعرفي شو عمل يا أمي. أمي قصي كان يخلي شيرين تعرف رجع لغيره. ايه مثل ما عم قلك قصي كان يعمل هيك مع شيرين. صدقيني امي قصي كان يشغل شيرين. بس ليش عم تسكتيني؟ معقول مالك مصدقتيني امي؟ كل العز والنعيم اللي كانت عايشه فيه شيرين من ورا هي القصص. لا صدقيني، مشان الله تصدقيني، انا ما عم كذب عليكي. لك انا شفت بعيني قصي ما كان يحب شيرين، شيرين ما كانت مبسوطه معه. كيف بدها تنبسط مع واحد كان يبيع شرفها؟ ليش عم تضربيني؟ من كل عقلك انا عم كذب عليكي؟ شو يعني؟ انا بدي اشوه صورة اختي وهي بأبرة؟ اسكتي. لك انا ليش ما حدا واقف بهالدنيا معي؟ ليش ما حدا واقف معي؟ ولك هذا قصي يلي حبيته وفوتته على بيتكم ودللته وقلعتوني انا ونجيب كرماله، مشان شو؟ لانه حبينا بعض انا ونجيب وهربنا خطيفه. ابي غضب علي
انتوا قلعتوني من العيلة كأني متت. ليكني هلا انا قدامك، انا قدامك وعم بحكي الحقيقة، والله العظيم عم بحكي الحقيقة. طلعي بعيوني امي، طلعي بعيوني، بتعرفيني ما عم كذب عليكي، وانتي بتعرفيني منيح، وانتي اللي كشفتيني. لك انا كمان بدك يا امي ان شاء الله. ليش؟ ليش؟ لانه حسستوني اني نكرة. عيني ضاقت على مال اختي، هي النتيجة. بدلت الرجال اللي بيحبني بواحد بيبيعني وبيقبض حقي. بتعرفي انه قصي كان عارفان كل شيء وساكت؟ بتعرفي انه قصي امبارح باعني مثل ما باع شيرين؟ لك خلصوني اسكتي، نلعب لهم كل شيء عامل لك يا وفي ليلي انا عليك الين الين. بترجعك، بترجعك عم قلك تطلع فيني، طلع بعيوني منيح. ايدي مالك حاسس بشي غريب انا وما سكتك؟ انسى، انسى كل شي برناني، طلع بعيوني منيح، طلع بعيوني منيح، بتعرف اني ما عم كذب عليك. شو عم تحكي انت؟ نسرين ماتت، اختك نسرين ماتت، انت شيرين؟ أنا نسرين، شيرين هي اللي ماتت. كيف يعني شيرين هي اللي ماتت؟ بعدين إذا أنت عن جد نسرين، ليش لهلا لحتى جاية لعندي؟ وليش هيك لابسة؟ ولسه بتقولي لي نسرين؟ شيلك من شعري ولبسي، طلع بعيوني منيح، بتعرف إني عم بحكي عن جد. معقول تتوه عني يا نجي؟ معقول لهلا ما عرفتني؟ أنا نسرين يا نجي، مرتها، حبيبتها. الله يوفقك، أنا من غير شي ما عم استوعب اللي صار لحتى تيجي تحاكيني هالحكي. الله يوفقك. تتذكر نجي؟ تتذكر يوم اللي تزوجنا ورحنا خطيفة شو قلت لي؟ قلت لي إنه أنا وياكي رح نضل مع بعض العمر كله، ما رح يفرقنا إلا شي واحد هو أنت. انتي؟ انتي نسرين؟ انا ما عم صدق اللي عم بسمعه. ليش لك انا قلتي للكل انك شيرين؟ ليش رحتي على بيت شيرين وقصي؟ وكنتي ببيته لقصي؟ روق علي شوي، هلا هلا رح احكي لك كل شيء، كل شيء صار معي رح احكي لك اياه. قولي على عمتي شيرين؟ شيرين شو بكي لك امي؟ دعيلي من قلبي، دعيلي الله يكون معي ويساعدني ويسامحني. انتي يا رجلي صحي صحي يا عيالي، شو عم تعملين؟ لك تطلعي فيني. كذابة. صدقني هي الحقيقة، أنا بعرف حالي إنه أنا غلطانة من وقت ما أخذت مطرح شيرين، بس أنا ما كنت متخيلة إني رح أوصل لهون. ما كنتي متخيلة شو؟ شو يا مدام؟ كان فكرك تعدي ببيتها وتاخدي مصرياتها ومطرحها، بس ما حسبتي إنه في رجال تاني بالبيت؟ لك هذا واحد حقير، لك صار يجيب رجال. ما بدي أسمع. أنت بتعرفي إنه قصي بالبيت، وإذا انضربت على رأسي وقبلت بهذا الحكي، معناته أنت قبلتي على حالك إنه يصير بينك وبين جوز أختك علاقة. خلاص انا ما عاد بدي. لك لا، انا ما كنت مفكره ولا حرف، انا ما عاد بدي اسمع شيء. على القليله خلي للماضي تبعي انا ونسرين شويه كرامه. ولك عم اقول لك انا نسرين، انا نسرين. انت مو نسرين، مو نسرين. نسرين مرتي اشرف واطهر مره بكل العالم. نسرين اللي بعرفها، اللي تركت كل شيء كرمالي انا واجت لعندي مشان تعيش معي. انا النكره،
اللي ولا شيء، اللي عايش مع العايشين كمالت عدد وبس. مرتي نسرين ماتت، سمعتي شو عم قلك؟ ماتت. انت وحده كذابه، وحده غريبه انا ما بعرفها ولا بدي اعرف شيء عنها، وكله هذا الحكي ما بستحمله ولا بيدخل بكل مخي. بوس ايدك، بوس ايدك حبيبي. لك لا تقوليها لهي الكلمه، لا تقوليها، اطلعي من هون، اطلعي من هون. هذا بيت فقرة ومعترين، بس هو بيتها لنسرين، اشرف واطهر مرة بكل العالم. اما انت انا ما بعرفك، والله ما بعرفك. بعدين لا تحكي على نسرين ولا كلمة، وما بسمح لك لا انت ولا قصي ولا مية غيركم يشوهوا صورة مرتي بمخي. كمان انت يا نجيب، كمان انت بدك تتخلى عني. اطلعي من هون، اطلعي لبرا. ان شاء الله حبيبي، اطلعي قبل ما ان شاء الله. اطلعي لبرا، اطلعي. كذابة، كذابة. نسرين ماتت، نسرين ماتت، نسرين ماتت. شو لسه ما رجعت؟ لسه ما رجعت. وين بدها تروح يعني؟ مشروع على البيت. كلهم تخلوا عني، ما صفى لي حدا ولا حدا رح يتقبلني انا وحقيقتي. يا سوريا يا شيرين، الفول صار جاهز والتسقيه بزيت صارت جاهزه. إذا نجيب بيحبك طولي بالك عليه وروقي، لا تفرطي فيه، خسرتي كتير كرماله، معلش تحملي. الرجال اللي بيحب بصدق كنز، كنز كبير ما بيتعوض. هذا بيت فقرة ومعترين، بس هو بيتها لنسرين، أشرف وأطهر مرة بكل العالم. أما أنت أنا ما بعرفك، والله ما بعرفك. أنا الواطي يا مدام نسرين، أنا الواطي. ليش لما فكرتي انك تحتلي مكان شيرين بكل شيء ما كنتي حاسبه حساب هيك لحظات؟ ليكون كنتي عم تفكري تخونيني مع نجيب مثلا. لوين رجعتي يا نسرين؟ ليش لوين فيني روح؟ أمي وما عم بطيق تشوفني، ونجيب. آخ يا نجيب، شو عملت بحالي وشو عملت فيك؟ تركتيني لحالي يا سوريا، آه.
كثير عم توجعني رقبتي. يلا بسيطة. ما بقدر أنا أوقف. يلا يلا شوي. حبيبتي أنا بموت فيك. ويوم عن يوم أحبك أكثر وأكثر. لكل الخدمات اللي عم تقدمي لي إياها. فكرة بكرة حجزت على طرطوس عشان نطلع نغير جو. يومين ماشي؟ إيه ماشي. يلا تعي تعي مرتاحي. أم بتعبك معي. ماشي. يلا 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 يلا